أنا مقر بلدية تفرق زينب في نواكشوط الغربية اليوم أشغال الورشة الثالثة من أحداث التبادل لصالح شباب الأحياء الهشة في بلدية الولاية المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب. بمشاركة عدد من شباب الأحياء الهشة ببلديات نواكشوط الغربية، انطلقت فعاليات أحداث التبادل المنظمة لصالح الشباب تفرق زينة القصر السبخة، وذلك بمشاركة السلطات الإدارية وعمد البلديات المستهدفة بهذه الأنشطة. المحطة الثانية من أحداث التبادل والتي احتضنتها اليوم بلدية تفرق زينة كانت فرصة لرئيس لجنة العدالة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للشباب للحديث عن الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الأيام. تهدف الشغال اليوم إلى تشخيص أولي لأبرز الإشكالات التي يواجهها شباب الأحياء المستهدفة في مجالي التعليم والأمن، سعي الخروج بأنجع الحلول. ورشات العمل هذه ستكون إطارا ممهدا لإطلاق حاضنات اجتماعية شبابية بالأحياء المستهدفة، ويأتي مسلسل التبادل هذا في إطار مقاربة تشاركية تشاورية طرفها بلديات نواكشوط من جهة، والشباب المستهدفون والفاعلون الاجتماعيون من جهة ثانية. وقد تميزت فعاليات اليوم بتقديم عروض تعريفية عن بلديات الإقصر، تفرق زينة والسبخة، وما يبذل من جهود من طرف هذه البلديات للتحسين من ظروف الشباب، ومتابعة عرض قدمه الخبير المختار الداهي سلط فيه الضوء على أهمية الواقعية في العمل الشبابي وضرورة الحرص على أن يكون تنفيذ المشاريع الموجهة للشباب تراعي الخصوصيات المحلية لهذه الفئة. المشاركون سيتوزعون على 5 ورشات لمناقشة المشاكل المطروحة لفئة الشباب بهذه البلديات بغية بلورة وتحديد الأولويات للعمل في المستقبل.